أهلا وسهلا بكم في مقرر الهندسة التفاضلية، محاضرة رقم 10. سوف نتكلم عن ثلاثية الحركة، التقوس، الالتواء لأي باراميتر تي. تحدثنا في المحاضرة الماضية أنه إذا كان ليكن الألفا من الآي إلى الآر إن منحنى ممثل باستخدام طول القوس S. عندها عرفنا التي متجه وحدة المماس على انه عبارة عن الالفا شرطة S، ثم عرفنا العمودي عليه الان عبارة عن تي على طول، اللي هي التي شرطة على طول التي شرطة. عرفنا بعد ذلك البي الباي نورمال هو عبارة عن حاصل الضرب المتجه للتي ضرب اللين. قلنا بأي منحنى على أي نقطة عليه، بأي منحنى منتظم عرفنا عند أي نقطة عليه تي عمودي عليه راح يكون معنا ال ان عموديين، ثم حاصل ضربهم المتجهي هو عبارة عن متجه آخر عمودي على التي وعلى الان سميناه البي. ثم بعد ذلك عرفنا التقوس اللي هو الكي، طبعا كلها بدلالة الاس. لاحظ ان المنحنى التعريفات السابقة تعريف التي والان والبي والكي والتاو كلها بمعلومية انه الباراميتر الموجود هو طول القوس، وبالتالي الكي هو عبارة عن طول التي شرطة. هذا هو طول التي شرطة، يعني ان ال n يساوي t على ال k. كذلك ال t عرفناها على انها الماينس ال b شرطة مضروب في ال n. كذلك اخذنا انه من هذا التعريف يمكن كتابة ال n على انها عبارة عن ال t شرطة على الكي. طبعا الان متجه التي شرطة متجه، بينما الكميات هذه هي كميات قياسية وليست متجهية، وبالتالي يمكن اني اكتب التي شرطة هي عبارة عن نضرب الكي في الان وبالتالي ممكن اكتبها بهذا الشكل تساوي تي شرطة وبالتالي هذه احد القوانين اللي راح نستخدمها بكثرة. هذا القانون راح نستخدمه بكثرة كاحدى معادلات فرينيه وسيريه. اليوم إن شاء الله راح نعيد كتابة هذه القوانين باستخدام أي باراميتر تي، لأنه في بعض المنحنيات من الصعب إيجاد التي بدلالة الاس، وبالتالي إعادة تمثيلها باستخدام طول القوس يعتبر صعب، فنحتاج إلى بدائل أخرى لهذه القوانين وراح نتكلم عنها اليوم. طيب التقوس، نعيد ماذا نعني بالتقوس. التقوس يقيس التقوس مقدار انحناء المنحنى عند نقطة معينة. ليكن لدينا هذا المنحنى،
طبعا نلاحظ أن الانحناء عند النقطة هذه صغير جدا، ما في انحناء، كأنك ماشي على خط مستقيم. كذلك في هذه النقطة، عند هذه النقطة، عند أي نقطة على المنحنى يعتبر الانحناء بسيط جدا. وبالتالي لو رسمت المتجه المماس عند النقطة هذه، فبالتالي ما في فرق بين المماس وبين المنحنى نفسه، وبالتالي كأنك تسير على خط مستقيم، فالمنحنى أو كمية الانحناء صغيرة جدا. لكن لاحظ في هذا المنحنى عند النقطة هذه راح يكون الانحناء كبير، فبالتالي في هذا المكان المتجه المماس بهذا الشكل ثم يتغير بهذا الشكل، إذا فيه انحناء كبير جدا. مقدار هذا الانحناء يسمى التقوس. ثم بعد ذلك لما يكون في هذا المكان إذا شبيه بخط مستقيم، إذا بالتالي ما راح يكون فيه انحناء كبير جدا، التقوس راح يكون صغير. بينما عند النقطة هذه راح يكون فيه تغير في الاتجاه كبير، وبالتالي راح يكون عندي التقوس كبير. إذا الكيرفتشر أو التقوس لمنحنى هو يقيس مقدار انحناء المنحنى عند نقطة معينة. طبعا هذا الانحناء يمكن قياسه كيف؟ كيف نقيس هذا الانحناء؟ عن طريق معرفة معدل تغير متجه وحدة المماس. شغلنا على التي. التي هذا زي ما نشوف هنا جالس يتغير، كان بهذا الشكل وفجأة تغير بهذا الشكل. إذا لازم نقيس معدل تغير هذا المتجه، ونعرف انه لكي نحسب معدل التغير نستخدم الاشتقاق. إذا نعرف ان التي هو عبارة، او تي اس لانه بدلالة الاس، هي عبارة عن المشتقة الأولى. لكي أدرس معدل تغير التي بالنسبة للمسافة المقطوعة، لأنه أنا جالس أمشي على المنحنى وبالتالي المسافة متغيرة، إذا معدل هذا التغير هو عبارة عن مشتقة التي. نحسب التي شرطة، نحسب التي دي تي على الدي اس اللي هو معدل التغير. معدل التغير هو عبارة عن متجه التقوس، ومتجه التقوس اتجاهه يدل على الاتجاه الذي سينحني فيه المتجه. أما مقداره، هذا هو مقدار هذا المتجه، يعطيني مقدار الانحناء. يعني عند النقطة هذه لازم أعرف الدي تي على الدي اس. هذا المتجه راح يعطيني انطباع وين المنحنى راح ينحني الى مثلا في هذا الاتجاه. طيب ما هو مقدار الانحناء؟ مقدار الانحناء هو عبارة عن طول هذا المتجه، طول هذا المتجه، ناخذ طوله على اساس نعرف كم مقدار الانحناء، هل الانحناء صغير ام الانحناء كبير، وبالتالي نعرف او عرفناها على انها التي شرطة اس، مقدارها او طول هذا المتجه. دائما التقوس مرتبط ب التي شرطة. طبعا لاحظ اللي هنا الانحناء في هذا الاتجاه تقريبا صغير جدا، لانه على شكل خط مستقيم في هذا المكان، لا يوجد تقريبا اي انحناء، ثم بدأ الانحناء يتغير. هذا التغيير هو المطلوب حسابه. شوف، بدأنا بهذا الاتجاه ثم أصبحنا بهذا الاتجاه. هذا التغير في الاتجاه يسمى التقوس، وهو المطلوب حسابه في أي متجه. علشان نحسبه نستخدم الدي تي على الدي اس.
هذا بكل بساطة. الآن ليكن لدينا المنحنى المنتظم اللي هو الألفا من الـ i إلى الـ r n. طبعا هو منحنى منتظم، إذا من النظرية اللي أخذناها إذا يمكن إعادة تمثيله باستخدام طول القوس. ولنفرض أنه الألفا يساوي الألفا t، حيث الـ t أي بارامتر، يعني ليس شرطا أن يكون طول القوس. إذا بالتالي راح نعرف التي بهذا الشكل، قلنا هي عبارة عن دي ألفا على الدي اس. هذا التعريف اللي أخذناه قبل شوي. إذا راح نبعد الاس دي اس، اكتبها بهذا الشكل، وراح ندخل دي تي من قاعدة السلسلة. إذا هذه راح تساوي دي ألفا على دي تي، ونحول الضرب إلى قسمة، وهذه راح تصير دي اس على الدي تي. إذا راح يكون دي تي هي عبارة عن هذه هي الألفا شرطة بالنسبة لتي، على أخذنا فيما سبق أنه دي اس على الدي تي هو عبارة عن طول الألفا شرطة تي، وبالتالي هذه هي عبارة عن الألفا شرطة تي. إذا هذا هو قانون التي بالنسبة للتي. إذا التي هو عبارة عن الألفا شرطة على طول الألفا شرطة. كذلك الان راح يكون بنفس التعريف الأول، لكن باستخدام اللي هو الان راح يكون عبارة عن التي شرطة على طول المتجه. كذلك البي طبعا راح تكون الان بدلالة ماذا؟ بدلالة التي، اي تي، ليس شرطا ان يكون الاس طول القوس. وبالتالي البي اوف تي راح يكون عبارة عن التي مضروب في الان. وبالتالي لو أخذنا مثال، احسب تي الان والبي للمنحنى ألفا تي تساوي كوساين تي ساين تي، إذا ليس شرطا أن نحسب طول القوس، ممكن مباشرة باستخدام القوانين اللي كتبناها قبل شوي، اللي هي التي تساوي الألفا شرطة على طول الألفا شرطة، الان هي عبارة عن التي شرطة على طول التي شرطة، والبي هي عبارة عن تي ضرب الان. طيب نحسب التي، الألفا شرطة هي عبارة عن سالب الساين تي كوساين تي
تي واحد. نحسب طول هذا المتجه، هو عبارة عن ساين تربيع تي زائد كوساين تربيع تي زائد واحد. هذا مساوي للواحد، إذن واحد زائد واحد إذن يساوي جذر اثنين. إذن التي ماذا يساوي؟ هو عبارة عن الألفا شرطة مقسوم على طول الألفا شرطة، يعني نقسم كل مركبة من هذه على جذر اثنين. إذن راح تكون واحد على جذر اثنين مضروب في المتجه سالب ساين تي كوساين تي واحد. إذن هذا هو التي. الآن نحسب الان. أولا نوجد التي شرطة، نشتق هذا المتجه واحد على جذر اثنين مشتقة سالب ساين تي اللي هي سالب كوساين تي، مشتقة الكوساين سالب ساين تي، مشتقة الواحد بصفر. طيب نحسب طول هذا المتجه، راح يكون واحد نص في كوساين تربيع تي زائد نص ساين تربيع تي زائد الصفر. النص اللي دخلنا واحد على جذر اثنين وربعناه، طبعا راح يكون نفسه واحد على جذر او واحد على جذر اثنين مضروب في الكوساين تربيع تي زائد ساين تربيع تي. طبعا هذا المقدار مساوي للواحد، إذن راح يساوي واحد على جذر اثنين، وبالتالي الان هو عبارة عن الان هو عبارة عن التي شرطة على طول التي شرطة. وبالتالي يمكن كتابته واحد على جذر اثنين في سالب كوساين تي سالب ساين تي، والصفر طبعا مقسوم على طول التي شرطة اللي هي بواحد على جذر اثنين. طبعا كان نحذف الواحد على جذر اثنين تروح مع واحد على جذر اثنين اللي في المقام. اذا الان هو عبارة عن هذا المتجه سالب كوساين تي وسالب ساين تي والصفر. الآن نحسب البي، والبي عرفناه على أنه تي ضرب الآن. إذن نكتبها بهذا الشكل اي جي كي. هنا راح نكتب المركبات التي اللي هي واحد على جذر اثنين مضروبة في الساين تي، طبعا المفروض انها تكتب بال بالسالب، واحد على جذر اثنين
كوساين تي هنا واحد، وهنا راح نكتب سالب كوساين تي سالب ساين تي الصفر. طبعا ناتج الضرب المتجهي راح يكون عبارة عن متجه بهذا الشكل، مركبة أولى، مركبة ثانية، ثم مركبة ثالثة. المركبة الثانية راح تكون مضروبة في السالب. طيب الآن نحذف الصف الأول مع العمود الأول عشان نوجد المركبة الأولى، وبالتالي راح يكون واحد على جذر اثنين في كوساين تي مضروب في الصفر، هيعطينا صفر ناقص ناقص في ناقص اللي هو واحد ضرب ساين تي، إذن ساين تي. راح يكون ساين تي. الآن المركبة الثانية نحذف الصف الأول مع العمود الثاني، راح يكون سالب واحد على جذر اثنين في ساين تي مضروب في الصفر ناقص واحد في سالب كوساين تي، إذا كوساين تي، لكن يوجد في القانون إشارة إذا كوساين تي. الآن آخر مركبة نحذف الصف الأول مع العمود الثالث، راح يكون هذا المقدار في هذا المقدار، إذا راح يكون سالب في سالب موجب واحد على جذر اثنين، يعني راح تكون واحد على جذر اثنين في ساين تربيع تي، ثم نضرب ناقص ناقص زائد واحد على جذر اثنين في كوساين تربيع تي. ناخذ الواحد على اثنين جذر، او واحد على جذر اثنين عامل مشترك، يتبقى عندي ساين تربيع تي زائد كوساين تربيع تي، هذا المقدار مساوي للواحد. وبالتالي راح يكون ناتج هو عبارة عن واحد على جذر اثنين، إذن واحد على جذر اثنين. إذن هذه هي قيمة هذا المتجه، هو عبارة عن البي. إذن أوجدنا قيمة التي، وأوجدنا قيمة الN، وأوجدنا قيمة الB. طيب ماذا عن التقوس والالتفاف؟ هل أستطيع حساب التقوس باستخدام إنه نقول إنه T أو الكي هو عبارة عن T شرطة؟ طبعا هذا القانون يستخدم فقط في حالة انه الباراميتر المستخدم هو طول القوس، اما اذا كان الباراميتر المستخدم ليس طول القوس، اذا بالتالي طبعا هنا ليس طول القوس لانه لا يساوي طول المشتقة الاولى لا تساوي الواحد، اذا نعرف انه الاس لا يساوي التي، وبالتالي الباراميتر المستخدم ليس طول القوس، وبالتالي لا يمكن استخدام هذا القانون، لا يمكن استخدام أو لا يمكن حساب التقوس ولا الالتواء اللي أخذناها في المحاضرة الماضية، لأنها خاصة فقط بحساب الالتواء والتقوس لما يكون المنحنى معرف باستخدام طول القوس.